السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون ديزاد توب هذه تاع صادي على بالكم. على كل حال قلنا ديزاد توب دزاير، واسمها ديزاد، واسمها دزاير توب، ودزاير واسمها ديزاد نيوز، وهذو كاع تاع صادي وتاع حافظ الدراجي. على كل حال راهي تتهم في الشعب الجزائري باللي عصابه، يعني تحول وجبت له هذا اللي راهو داير. هذوما تاع ديزاد توب هذوما راني جبت لك وزير الاتصال يرد عليك، يرد عليك انت راك تتهجم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام. انا دوك نجيب لك وزير الاتصال، انا ما نردش عليك هكذا، انا ما نردش عليك في هذا الفيديو، نخلي وزير الاتصال يرد عليك. نسمعوه ونزيدو نشوفوا المقال اللي داروا. اسمع. وكأنها تهتف باسم جمال بالماضي تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي. أطراف تسعى لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي وهذا لتهييج الجماهير الجزائرية والاستثمار في النكسة التي تعرض لها الخضر في كانكو ديفوار. هذه الأطراف تهدف لخلق أزمة وسط الجماهير في قضية الناخب الوطني جمال بالماضي. أشخاص قاموا بشراء صفحات في الفيسبوك، تيك توك وإنستغرام، وهذا للتأثير على الجماهير والمطالبة ببقاء جمال بالماضي. هذه الأطراف تريد بشتى طرق تهيج الجماهير ضد الفاف وتضغط من أجل تراجع عن قرار إقالة بالماضي. أولا ما كانش إقالة، مازال ما شفناش كاع إقالة، شفنا راح نحوه ونجيبوا مدرب، ما شفناش إقالة رسمية، هذه رقم واحد. رقم ثاني هذه تاع مواصل التواصل الاجتماعي اللي راك تحكي شيرة، أنتو قلت لكم أنتو ديروا الجريمة وترموها على الناس، أنتو ونددنا هذه الهضره اللي راك تهضر فيها انت، هضرناها عليكم انتو. مواقع التواصل الاجتماعي تحرض ضد جمال بالماضي وقلنا احنا باللي انتوما هذه الطريقه تاعكم، وجبنا لكم عده صفحات شارينهم انتو، شارينهم وانت واحد من الناس دي زاد توب، غير كيما خرجتو تاع صادي تزاير واسمها دي زاد نيوز تاع صادي، وتلاقيت مع مول دي زاد نيوز ويشكر لي في صادي وراوا في مالمو. يا ودي انتوما اللي ديروا هذا الامر هذايا. اسمعوا، نخليكم تسمعوا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهو يهضر عليهم. يعني هنايا راهو يقول لك يعني الشعب كي ناض ويهضر يمد في رايه، هما يحبوا يفرضوا الراي تاعهم، راك شايف يحبوا احنا اللي نفرضوا الراي. كي يخرج لهم الشعب واحد عنده فيسبوك حاب يهضر، حاب يخرع، حاب يعطي رايه، واحد عنده انستغرام حاب يعطي رايه، انت جاي رجعتهم عصابه وشراوهم بعض الناس. ما شراوهمش، هاولي كوتشي راني نهضر بوتشي، ما شراوليش، راك تشوف هاولي كوتشي، راك فاهم ولا لا؟ لا اروح تسمع المقال تاعو. قال لك عاجل خطير جدا، خطير، الخطوره كاع راهي من عندكم. انت حافظ الدراجي كي كان يهيج في الراي العام ما هدرتش، راك فاهم واش راني؟ انتوما كي كنتوا تهيجوا في الراي العام ما هدرتوش. هناك اطراف تسعى لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تهيج الجماهير الجزائريه، لان حب يحول كلام وزير الاتصال باللي راهو يهضر على الجماهير هادو. الوزير الاتصال ما هضرش كاع على مواقع التواصل الاجتماعي. دوك نجيب لك يقصفكم بوسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك عندهم الحق يردوا عليكم، راني جايك. قال لك النكسه التي تعرض لها المنتخب الوطني في كاس الكوت ديفوار، هذه الاطراف تحاول جاهدا خلق ازمه وسط الجماهير في قضيه الناخب الوطني المقال جمال بالماضي. هؤلاء الاشخاص يقومون بشراء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، تيك توك والانستغرام للتاثير على الانصار والمطالبه ببقاء المدرب جمال بالماضي. كي ولاو يطالبوا ببقاء بالماضي حبيتوا تحولوها باللي ناس راهي تشرات ولا مشارين. ما انتوما اللي كنتوا، احنا كنا نقولوا باللي انتوا اللي درتوا حمله شرسه وشريتوا مواقع التواصل الاجتماعي باش تريبوا زطشي، باش تريبوا زفزاف، باش تريبوا واسمو عماره، باش تريبوا جمال بالماضي، وتعاودوا لي دوك وليتوا ترموا كي نوض لكم الشعب، رجعتوه الشعب يعني عصابه حبيت تقول. قال لك صفحات عديدة ظهرت مؤخرا بمنشوراتها العدائية على قرار صفحة الجزائر العميقة تنين التي تم إنشاؤها في سنة 2018 قبل أن يتم شراؤها مؤخرا وتحويل أسهمها إلى فود دي زاد لأغراض دنيئة هدفها إطالة الأزمة قدر الإمكان وتأجيج مؤيد المدرب جمال بالماضي وتحريضهم ضد رئيس الاتحادية وليد صادي. أنتو كنتو تحرضوا ضد زفزات، أنتو كنتو تحرضوا ضد صادي، أنتو كنتو تحرضوا، قلت لكم ضد صادي، أنتو كنتو تحرضوا ضد عمارة، أنتو كنتو تحرضوا ضد زطشي، أنتو كنتو تحرضوا ضد جمال بالماضي، ولا الشعب يحرض
وانتم ما كنتوش تحرضوا. يا ابن عمي وش الاتهامات اللي درتوها انتو بالذات؟ وش الاتهامات اللي درتوها لرؤساء الاتحاديه اللي فاتوا؟ عصابه وتحرضوا في الشعب عليهم. قال لك هذه والراهي هذه الاطراف ضربت تعليمات وزير الاعلام والاتصال وتوجه السلطات العليا. ضربت عروح انت حبيت تقول بلي هادو هما الناس الصفحات هما اللي كيما نقولوا ضربوا عرض الحائط تاع وزير الاتصال. هكذا وزير الاتصال ما كانش يهضر عليهم، كان يهضر عليكم انتو. اسمع وزير الاتصال واش يرد عليك ابن عمي. حبيتوا تقلبوا بلي كيما البارح الهداف حبوا يقلبوا بلي احنا انتيك شفت ولا غير كنا نقول لكم وزير الاتصال واضح دار ندوه على الاعلاميين. اسمع 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 اسمع. بطوله كره اليد في القاهره قلت قبل قليل، ودوك نجيب لك يهضر على وسائل التواصل الاجتماعي يعطي لهم الحق يقول لهم كي قتلتوهم يقتلوكم على الصحافه. اسمع دوك نسمعك. هذا اللقاء قالوا كان مبرمج في الحقيقه، كنت مبرمجو، ولكن مش هذا هو وقته. الاحداث اللي صارت مؤخرا بعد اقصاء الجزائر من الدور الاول يعني في كاس افريقيا، والتعامل الاعلامي مع القضيه، تعامل اعلامي، زيد سمع، تعامل اعلامي ماشي مواقع التواصل الاجتماعي، الاعلامي مواقع التواصل الاجتماعي ما راهمش اعلاميين، ما راهم صحفي راهو يهضر على الاعلام والصحافه والبلاطوات. اسمع هو اللي خلاني يعني نتعجل بهذا اللقاء. علاه؟ لاني انا شخصيا لاحظت انتم انفسكم لاحظتوا النواب هنا موجودين، كل ما نروح للبرلمان يحكموني وحكموا الوزراء السابقين قبلي، المواطنين هم يكتبوا، لاحظوا انه فيه المواطنين راهم يكتبوا، المواطنين راهم يكتبوا اثهم يا خروطو، المواطنين في الصفحات تاعهم راهم يكتبوا ويمددوا عليكم انتم اللي راكم ديروا التهييج والتهريج، انتم اللي حرضتوا كاع على رؤساء الاتحاديه حرضتوا على بلماضي، جاي تقول باللي الشعب راهو يحرض. راك تسمع واش راهو يهضر على الشعب؟ ومازال دوك نزيد نجيب لك يهضر لك على مواقع التواصل الاجتماعي. اسمع ما يمكن تسميته بين مستويين. قال لك كاع شبا شكاو حتى البرلمان وشكا بالاعلاميين، قال لك وين نروح يقولوا لي يا ودي لازم تحبس، لازم تحبس الاعلاميين هذو راهم دايرين راح يدخلونا في حيط. اسمع انفيلات في الاعلام الرياضي، انفيلات في الاعلام الرياضي ماشي انفيلات في مواقع التواصل الاجتماعي خروطو، انفيلات في الاعلام الرياضي، انفيلات في الاعلام ماشي في مواقع التواصل. راهو عليكم ما تدوروش الباجا. انفلات في المعالجه، انفلات في كثير من القضايا. ربما هذا الانفلات لديه مجموعه من الاسباب ممكن قابله للنقاش. زيد سمع. انفلات في المعالجه، انفلات في قلت لك هو يرد عليك. اسمع. كثير من القضايا. ربما هذا الانفلات لديه مجموعه من الاسباب ممكن قابله للنقاش. اسمع. اذا هذا الانفلات ان جر عنه أو قد ينجر إذا استمر، قد ينجر عنه خلق توتر اجتماعي. راهو يقول يرى التهمة راهي فيك، كيفاش راك تتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وتتهم في الشعب؟ راهو وزير الاتصال وزيد تدخل اسمه تقول باللي ما خداوش ما ضربوها عرض الحائط، أنت هما اللي راكو ضاربين عرض الحائط، راك تسمع واش راهو يقول لك؟ الانفلات هذا أدى إلى تهييج الجماهير، راهو يقولها لك. الانفلات الإعلامي أدى إلى تهييج الجماهير، تهييج الجماهير هو الإعلام ماشي مواقع التواصل الاجتماعي، راهو يقولها بلسان وزير ابن عمي. حبيتوا ترموها باللي أنتم أنتيك وراهو على الناس. راهو على مواقع التواصل الاجتماعي، حبيتوا تخرجوا منها كي شعرة من العجين، ترموا على الشعب. راك شايف؟ اسمع عاود سمعها مليح. اسمع. خلق توتر اجتماعي. اسمعها مليح. اذا استمر. اسمع. او قد ينجر اذا استمر. قد ينجر عنه. عاود سمعها باش يذكر لك الاعلامي. اسمع. ممكن قابلة للنقاش. إذا هذا الانفلات إن جر عنه أو قد ينجر إذا استمر، قد ينجر عنه خلق توتر اجتماعي. أنا أقول لكم بعيدا على كأس إفريقيا. ودوك يحكي لك التوتر الاجتماعي كيفاش رد عليكم؟ دوك تسمع. مؤخرا نزلت البرلمان في إطار تسوية الميزانية الخاصة بقطاع الاتصال لليوم، سكان منطقة معينة، أسمع، المجتمع المدني في منطقة معينة راهي طالب بحق الرد
على قناة تلفزيونية. على قناة تلفزيونية راكو درتو حالة في المجتمع، حق الرد على قناة تلفزيونية افهم، ما تدورهاش على مواقع التواصل، راهو يهضر عليكم ابن عمي، راح تجاهلوا الشعب، راح ترموا كلش على الشعب. تسمى الوزير الاتصال هذا جا باش يقصف الشعب، جا قصفكم انتو، كلامه واضح راهو ينطق بالاعلام وبلاطوات التلفزيون راهو يهضر عليكم، وقال لكم الشعب خرج لكم في مواقع التواصل الاجتماعي. اسمع، شعر باللي فيه اهانة غير معقول. الان اللي فتحنا حق الرد لهذيك الولايه راه التلفزيونات ما تفرقش من حق الرد، كل ولايه تجي دير حق الرد تاعها، كل مجتمع مدني تجي دير حق الرد، كل جمعيه تجي دير حق الرد. ولان التلفزيونات ماشي مصنوعه لهذا النوع من الردود بخلاف الصحافه المكتوبه وربما الالكترونيه. اذا الصحافه الالكترونيه دي زاد توب ودي زاد نيوز و و و و و راهو عليكم، راهو عليكم. اسمع اسمع، خاصه القنوات مدعوه الى الالتزام اكثر من غيرها، يعني بادبيات واخلاقيات المهنه اكثر من غيرها. اسمع زيد، اسمع، خاصه الاعلاميين، لان الصحافه كلمه. اسمع، والكلمه تحيي وتميت. اسمع، إذن يتعين علينا انتقاء الكلمة. أسمع، والإعلام سلاح. أسمع، إذا سمحت لنفسك لأنك عندك سلاح الإعلام تقتل الناس، لازم تسمح للآخرين يقتلوك. أتسمع أتسمع، سمع، نعاودها لك ونعاود لك المعنى تاعها. أنت كإعلامي عندك منصة إعلامية تقتل الناس، من حق الآخرين يقتلوك بالسلاح اللي عندهم، والسلاح اللي عندهم هنا يقصل به مواقع التواصل الاجتماعي. من حقهم، راهو يقول لك من حقهم، من حقهم يقتلوكم كيما قتلتوهم. ردة الفعل تاع مواقع التواصل الاجتماعي ما راهيش عصابة، أنتم العصابة. عاود سمعها، عاود عاود سمعها، عاود سمعها. إذن يتعين علينا انتقاء الكلمة، والإعلام سلاح. أسمع، إذا سمحت لنفسك لأنك عندك سلاح الإعلام، لان سمحت لنفسك اذا عندك، لان عندك سلاح الاعلام. اسمع، تقتل الناس، لازم تسمح للاخرين يقتلوك بالادوات التي يمتلكونها، بالادوات التي يمتلكونها، تليفون، فيسبوك، انستغرام، اللي راك تتهم فيهم الان. راه يقول لك وزير الاتصال باللي انت كاعلامي عندك سلاح الاعلام باش تقتل الناس، لازم تسمح لنفسك باش يقتلوك بالوسائل اللي عندهم. الرئيس انتم ما تقبلوش، انتم راك فاهم. اذا هذه باش نقول لكم لليوم ننزل المجلس الشعبي الوطني، المجلس الامه، النواب، يعني متقلقين بشكل كبير. متقلقين النواب، المجلس كاع راهم متقلقين منكم. ما صحافه جاي ترميها على الشعب ومواقع التواصل الاجتماعي خروطو من اداء واساليب ممارسه الاعلام الرياضي، من اداء واساليب، الاساليب اللي راك تتكلم عليهم انت، اساليب ممارسه الاعلام، الاعلام اسمعها، ممارسه الاعلام الرياضي احيانا. اسمع، وصل، اسمع، وصلت الممارسه في الاعلام الرياضي اننا، الممارسه في الاعلام الرياضي، اسمع حملها، الممارسه في الاعلام الرياضي تهدد بالامن القومي. راهو عليكم، ما راهوش على مواقع التواصل الاجتماعي، راهو على المؤسسات الاعلاميه، وانت واحد منهم يا ديزاتو. بسمعها، وصلت الممارسه في الاعلام الرياضي أننا، سمعتها، في الإعلام الرياضي، في الإعلام، إعلام، صحفيين، بلاطوات، تلفزيونات، مواقع إعلامية، وحنا ما رانيش مواقع إعلامية، حنا ناشطين كيما نقولوا حرين، ما قرينا صحافة، ما قلنا حنا صحفيين. أسمع، درجوا نقدر نقول أنه الأمن القومي ولا في خطر. روح ترقد، امشي 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 تلعب، امشي تلعب، جاي تتهم مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم الشعب العصابة، أنتم أكبر عصابة. وزير شباب، وزير الاتصال، قصفكم قصف ارجو، وغير ما تدوروش الباجه ترموها على هادوك. انتو قناه الهداف، دي زاد نيوز، ديال زاير توب، حافظ دراجي، معلومي، كاع كان عليكم. واضح كلامه، واضح وضوح الشمس. راك تترجم لي، لا نفهم العربيه، راهو يهضر بالعربيه، نفهموا باللي راهو عليكم، والشعب كاع على باله باللي راهو عليكم. بالشيخ البارح قال لهم باللي احنا كنا نطالبوا بهذا الشيء، راك فاهم. يا بلادي، ما نطوش عليكم خاوتي، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.